ب850 دينارا للتر الواحد يتزود المواطنون في الموصل بالبنزين المحسن بفارق 200 دينار عما كان عليه سعر اللتر قبل رفعه، لكنهم لا يجدون فرقا في جودة المنتج. لا يختلف البنزين المحسن العالي الأوكتان عن البنزين العادي المنخفض الأوكتان، هكذا يرى أصحاب المركبات المنتجة في محطات الوقود بالموصل، فمنذ أن رفعت الحكومة سعره بدأت جودته بالانخفاض. هو المحسن نفس الجودة مال العادي، بس فرق السعر هذا ب 450 ب 850، يكون من ينطيك ب 850 محسن، يكون ينطيك تقنية عالية ونظيفة ونقي من الشوائب من اي شيء كان، ما مثلا جائز اكو بعض محطات يخلطوه. ويبدي المواطنون في الموصل استغرابهم من تكرار أزمة البنزين بين فترة وأخرى، والتي كان آخرها شح البنزين المحسن في أغلب محطات الوقود واقتصاره على محطة أو محطتين لا أكثر. البنزين غالي، 850 غالي، السيارات كلها حديثة تحتاج بنزين محسن، خلي يزيدون المحطات، خلي يقللون من السعر شوية، خلي البنزينخانة تفتح 24 ساعة، يعني كنا نجي بالليل بعد الـ 12 البنزينخانة مفتوحة الساعة مزدودي. فالدولة والمنتجات النفطية ووزارة النفط خلي يديرون بالهم على الناس. بلد يعوم على بحر من النفط، جملة يرددها العراقيون بشكل مستمر، وخاصة في الفترات التي تشهد أزمة في الوقود. وما تعانيه الموصل الآن ما هو إلا شح في الوقود المحسن ورداءة نوعيته بعد ازدياد الطلب عليه. أول احتياطي بالنفط بالعالم، آخر برميل نفط من العالم يطلع من العراق، زين هاي حسب احصائيات العالميه، مو اني مو كيف يعني، زين لتر البنزين ب 450 دينار والمحسن ب 800، ما ادري 850، يعني ما اسال عليه لانه ما اقدر اشتريه. بهذه المعاناه يقضي الموصليون يومهم بين البحث عن بنزين نظيف لسياراتهم التي لا يمكنها السير من دونه، وبين ارتفاع سعره ورداءته في بعض المحطات وشحه بين آونة واخرى. من الموصل محمد سالم، يو تي في.